انا مش طالع من هون الا لما اشتري لي 4 5 10 كيلو. اسمعوا من هالبني ادم اللي قاعد بيلحق ورا اللحمه وين ما يروح في هالدنيا. روح حلقه ممكن تنتهي بعد سندويشة الملغوم. لا هذا الاشي مش زاكي، هذا الاشي بجنن. الو بشير، من انت؟ ايش بتبيع؟ ما عندي فكره. اهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا وين ما كنتوا، اهم شيء تكونوا جوعانين. حلقه اليوم نحن في مملكه البحرين. أول محطة في حلقة اليوم أكيد راح تكون الفطور. لازم نبدأ جولتنا هاي المجنونة اليوم بالفطور، وفطورنا لما يعني لما نحكي فطور وبحرين أكيد بنحكي عن مقهى حاجي. يا صباح الخير، هاي الأشياء اللي الواحد بيصحى عشانها، شاي كرك والسفرة الرهيبة هاي اللي قدامي. عندي كم؟ عندي 6-7 أشياء يمكن. طيب واحدة واحدة، عندنا هنا البيض بالفاصوليا أول مرة أشوفه خصوصا في الخليج. عندنا هنا شغلتين كثير بيشبهوا أو يمكن هم نفس الشغلة ونفس التسمية حتى من الفطور الإماراتي، صحن البلاليط وصحن البيض وطماط. عندنا فول، عندنا كبدة، وعندنا الاختراع هذا الرهيب اللي هو جبن مع جام. والله صحن الكبدة هذا لحاله بس ينزل هيك بين السفرة، هو الملك، هو الكينج تبع القعدة، خصوصا لما يكون معمول صح أو بالأحرى مش صح، يكون طازة. الحلو هون في الكبدة إنه فيها بطاطا، يعني أول مرة أنا أشوف صحن كبدة في بطاطا حتى في البيوت. هون الفاصوليا مع بيض، يمكن التشبيه الوحيد اللي بقدر أتذكره الانجليش بريكفاست، الفطور الانجليزي التقليدي اللي هو بيكون فيه بينز، الفاصوليا تكون في جهة والبيض في جهة تانية، وبيكون بيض عيون ولا بيض مسلوق إشي زي هيك. لكن هون بيض مع فاصوليا مع بهارات مع كزبرة مع أشياء زي هيك كلها في صحن واحد. البداية كانت حلوة على الصبح خصوصا بالجو. يا اخواننا حدا اللي راح على الاردن وبيعرف فلافل هاشم، صورت فيه انا فلافل هاشم في حلقه الاردن اللي هو هيك تكون قاعد بين البنايات وقاعد بتفطر في اقدم مكان فلافل في الاردن. احنا هون تقريبا نفس الشعور، انت قاعد بين بنايات، قاعد على كراسي شعبيه وقاعده شعبيه. حتى فلافل هاشم اللي في الاردن اغلب رواده من الاجانب، وهون نفس الشيء اللي بشوف الصور على الحيطان لعيبه كره قدم اجانب جايين سواح كذا، هم هذول رواد هذا المكان، لانه الفكره تبعته الكونسبت تبعه بالجو المحيط بالكذا كله على بعضه تجربه حلوه. لما نحكي عن البحرين والأكل في البحرين أكيد بنحكي عن حلويات حسين شويطر. المكان هذا يعتبر معلم سياحي هون في البحرين، ما في حدا بدخل البحرين إلا وياكل عنده ويجرب حلوياته، إشي كتير عريق من سنين طويلة. فكرنا نروح عنده وناكل من الحلويات تبعته، إشي حلو، فكرة حلوة وإشي زاكي، ليش لا؟ لكن في إشي أقوى وأحلى من هيك، نروح على المصنع تبعهم ونشوف الحلوى البحريني كيف بتنعمل. أول خطوة هي تدويب السكر بالمي على النار العالية لحد ما يصير إشي زي القطر أو زي الشيرة، بعدين بضيفوا عليه النشا وشوية زيت وبتبلش عملية الضرب والتحريك لمدة طويلة. لما تقرب تستوي الحلوى بضيفوا عليها البهارات والمنكهات، أول شغلة الزعفران المدوب في المي بعطيها اللون الأحمر، بعدين بضيفوا المكسرات، بعدين بضيفوا الهيل المبشور أو الهيل البودرة. لما الهيل ينزل ويدخل على الحلوى ويدخل على الحرارة الريحة بتصير عالم تاني، الريحة بتصير الواحد نفسه ينط جوا الجدر. وأخيرا الحلوى صارت جاهزة إنه ناكلها. طبعا هاي الحلوى الملكية الحمراء، هاي لحالها مش سهل الواحد يجي على البحرين عشانها، كثير أشياء قاعدة بتصير، نكهات، تمازج، التكستشر تبعها، مكسرات، زعفران، هيل. لا أنا مش طالع من هون إلا لما اشتري لي 4-5-10 كيلو نروح فيهم من هون للمستقبل، من هون للزيارة الجاية للبحرين. مطعمنا الجاي جايبني عليه صديقي باسل بستاني. صديقي باسل عايش هون في البحرين وقال لي راح أوعدني راح أخذك على مطعم يفش الغول زي ما بحكوا. لحنا اليوم وصلنا على مطعم فيلا ماماس، حلو، من أرقى وأحلى المطاعم بمملكة البحرين، صاحبته الشيف رؤية صالح. المطعم بتحس لما تدخل لجواته في بتشم ريحه الاكل البحريني، البهارات البحرينيه، الشيف عامله منيو مختلف شوي، يعني فيوجن اكل هيك فيوجن مختلف شوي لكن معتمد ومتاثر كثير بالمبدا او البهارات البحرينيه. المقبلات اول واحده طبعا هاي هريس، على نصيحتهم
انه جربوا الهريس حطوا عليه سينامون شوجر اللي هو الـ 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 القرفه الحلوه. فيها فكره، يمكن انا لسه بفضل الهريس اللي بالسمنه اللي من فوق هيك تشوف السمنه تشوف التقليدي الكذا اللي ما هذا المتعود عليه وباكله منه انا طفل صغير، لكن فيها فكره حلوه. طيب نيجي لتهجين الدجاج. صراحه الاكله اعتقد انه هي من اختراعات او يعني من تكوينات الشيف رؤية نفسها باستخدام مكونات كثير من الاشياء اللي الواحد شامم ريحتها. لا ما اتفقناش هيك، لا لا هذا الاشي مش زاكي، هذا الاشي بجنن. مش عارف كم شغله قاعدين بناكل في بعض، قاعدين ناكل برياني، قاعدين ناكل رز بالزعفران، قاعدين ناكل كبسه، قاعدين ناكل مجبوس، الدجاج اللي في النص، البصل المتحمص اللي في النص معاه. صراحه شيف رؤية يعني اختراع، هذا براءة اختراع. واخر صحن المهيجة، مهيجة مهيجة برضو هاي اختراع، ليمون زعفران زركش والزركش عفوا والرز والشبك. عن جد انتصحت بهذا المطعم من كتير ناس، المستوى اللي انا شايفه بالساهل. المطعم الأمانة مش رخيص مقارنة بالاشياء التانية اللي اكلناها، لكنه بستاهل. وياما مطاعم غالية وكتير غالية واكلها تعبان. المهم وصلنا اخر لقمة، خلصها ونشوفكم في اللي بعده. أنا هنا في منطقة سوق المحرق الشعبي، منطقة حلوة صراحة. تحديداً هنا أنا في سوق القيصرية في إقبال مطعم زعفران، نتعشى شوية أشياء بحرينية تقليدية هيك خفيفة. العشاء الأول هيا بنا، خلوا الأكل الحين على جنب، حنحكي عن كل واحدة بالتفصيل لأنه أكثر شغلتين متحمس لهم هم هدول. احنا في مكان ايش اسمه زعفران، فراح نشرب هون عصير الزعفران. وعندنا هون اللي هي شربة ورد بسموها، اللي هي ورد او ماء الورد مع الحليب، اشي بارد شكله كتير بشهي. فخلينا نبدأ بشربة الورد. اول شيء مية الورد اللي فيه مش كتير واضحة، يعني هيك بسيطة خفيفة. نفوت في عصير الزعفران ولا ناكل اول؟ ناكل خلينا ناكل النخي وهو سخن، هو زكاوته وهو سخن، زمان مش ماكل نخي. الحين نيجي للشغلة اللي أول مرة أشوفها في حياتي اللي هي زنجباري. هي عبارة عن خبزة محشية جبنة، لا والله مش بس جبنة، فيها إشي تاني غير الجبنة. وبعدين مع الأشياء الغريبة اللي قاعد بأكلها، خلينا ناكل نحاول نكتشف إيش اللي حيطلع لنا. فيها مربى، مش بس جبنة، فيها جبنة ومربى. يعني إحنا إيش شفنا على الفطور؟ الجبنة مع المربى اللي برضو بسموها جام، هو نفس الفكرة. هي على فكرة خبزة الزنجباري هاي بالأساس بتتاكل سادة أو بتكون سادة، بتتقدم سادة، لكن في هذا المكان حاشينها بالجبنة وبالمربى. أحلى إشي في الموضوع إنك بتطلع من مطعم زعفران، هذا هو مطعم زعفران، بدنا نمشي لمطعم ثاني. يعني يمكن ما يكونش حتى هو مش مطعم أصلاً ولا كتير بحريني أو شعبي أو تقليدي، لكنه من المسلمات هنا. ما في حدا سألته إيش أكل في البحرين إلا قال لي تطلعش من هاي المنطقة قبل ما تأكل في آلو بشير. آلو بشير من أنت؟ إيش بتبيع؟ ما عندي فكرة. هيا بنا. طيب أخيراً وصلنا لآلو بشير يا إخواننا. آلو هاي طلعت أكلة، مش الو هاي تاعت التليفون، انا مخي كان ضارب في اشي تاني. المهم انه الالو هي عبارة عن بطاطا مقلية، يعني بطاطا هيك مهروسة مقلية بطريقة معينة. ليش غلطت وقلت له يحط لي عليها فلفل؟ ما عندي فكرة. مية مية الو، اول مرة اجرب الالو. مية مية انا اجرب سمبوسة الحين، بس هذا فلفل زيادة يا حبيبي. هذا البلينكينج اللي في الشاشة مش مشكلة في الكاميرا، الضوء نفسه اللي في المكان قاعد بضوي بطفي اعتقد من كتر الفلفل اللي مي. اوكي كتير بتحرق، بس قالوا زاكي. انا الحين عرفت ليش الناس بيحكولي ما تطلعش بالمكان لما تاكل قالوا بشير. في تجربة كله هذا الفلفل والضواوي اللي قاعدة بتغمز هاي مع السمبوستو زاكي. والله هو قالوا كمان زاكي، والمكان كتير حر وانا لازم اروح على المكان اللي بعده لانه لسه ما خلصنا نتعشى اخواننا. اللي بعده الحين اجى دور المشاوي. ولما نحكي مشاوي في البحرين اكيد بنحكي عن التكة البحريني، ولما نحكي تكة بحريني أكيد بنحكي عن مشاوي أبن. الأشياء اللي عندي هون تكة باللومي، عندنا تكة بالروب برضو شغلة مشهورة كتير هون، عندنا الدجاج اللي هو التكة الدجاج، وعندنا أصابع الكباب. إيش نفوت؟ نفوت أكيد بالتكة لومي، لأنه التكة لومي هي اللي الواحد هيك متحمس لها. يعني هي أصابع أو شقف لحمة صغيرة متبلة ببهار اللومي المفروم وبعدين مشوية. يعني مين بتخيل هيك اصابع اللحمه تتبل باللومي؟ فالموضوع كثير غريب. العاده اللومي بيجي في المجبوس، بيجي في البرياني، بيجي في الثريد،
طيب نوع التكه الثاني اللي هو تكه بالروب، يعني نفس برضو نفس قطع اللحمه متبله باللبن، اللبن مطري بشكل عام اصلا، اللبن مطري فهي طالعه اطرى، فيها إشي حلو هيك. التكه بتتبل بالروب، احنا بالعاده بنسوي الدجاج بالروب، يعني الدجاج هاي شقف الدجاج بنطريها باللبن عشان تطري الدجاج، لكن هاي قطع اللحمه هي اللي متبله باللبن عشان يطريها. اللي بفكر انه المشاوي الزاكيه بتتلاقى في الاماكن الفخمه والفايف ستارز والمش عارف ايش، لا 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 صدقوني اسمعوا من هالبني ادم اللي قاعد بلحق ورا اللحمه وين ما يروح في هالدنيا. المشاوي الزاكيه لها شروط بسيطه، مش منها انه يكون مكان فخم واو وكثير غالي ابدا. خلص انا حكيت كثير، احسن لي يمكن اطلب صحن ثاني ولا مطلبش ولا كثير اكلنا اليوم ولا ما اكلناش ولا لسه قدامنا. اللي بعده اجينا هون على واحد من اهم شوارع البحرين واكثرها ازدحاما، بسموه شارع الحب نسبه لسوبر ماركت الحب، او شارع الشاورما نسبه لمحلات الشاورما. فلما يجتمع حب وشاورما في شارع واحد بيطلعوا لنا سندويشه ملغوم. اللي عاش في الخليج وتربى في الخليج وتعود على كافتريات الخليج راح يفهم انا ليش متحمس على هاي الشغله اللي بين ايدي. الملغوم هي عباره عن خبزه براتا او خبزه الشباتي، اللي هي الخبزه اللي بيستخدموها الهنود. هاي الخبزه بنحط عليها شويه مايونيز، بنحط عليها جبنه، بعدين بنحط عليها شاورما، فوق الشاورما بنحط بطاطا، بعدين بنحط صلصة طحينة وشطة وسكرها وكلها يا باسل. عارفين ليش بضحك؟ الشاورما هاي فيها كان فيها لحمة ودجاج مع بعض، بس مش هون الموضوع يا أخي. خبزة الشباتي أي خبزة البراتا كتير لابقة للشاورما، كتير لابقة للسندويشة. حرام سندويشة زي هاي ما تتصدر للعالمية ولا حسن مطر اللي في الإمارات. ليش؟ أوكي حلو إنه كل بلد عنده سندويشتها المختصة فيها، بس لازم تطلع هاي السندويشات للعالمية. من حق أي إنسان في أي مكان في العالم يقدر يأكل الحسن مطر والملغوم طبعاً أكيد سندويشة مش حريجي ناكل ملغوم وأول مرة في حياتي، والله يعلم متى أرجع البحرين ناكل ملغوم مرة تانية. فإيش بناكل؟ سندويشة ملغوم، لكن هالمرة لحمة بس. بس هون بدنا نغير اللعب شوي، لأنه في واحدة من أهم الأشياء والمواصفات اللي موجودة في الكافتريات اللي هون هو الجنينة هاي، الطحينة وجنينة الشطة. أنا خلوني بعيد شوي عن الشطة اليوم بعد الألو بشير، ما بديش شطة. فعلاً على كلام الناس اللي هون كل كافتيريا الطحينة تبعته بتكون غير عن التانية، فإحنا نصب الطحينة ونغرقها طحينة. خلاص بكفي هسا، الحين نقدر نختم الحلقة. الحين أنا مبسوط ومرتاح نفسياً إنه الحلقة ممكن تنتهي بعد سندويشة الملغوم. نشوفكم في حلقة جديدة، مكان جديد وأكل جديد. تصبحوا على خير. Shh.